الإخوان المشاهدين متابعي قناة مناظر بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا تشوفوا معنا إن شاء الله في هذا المقطع هذا جولة خفيفة في مدينة الدار البيضاء. إحنا غادينا الإخوان في اتجاه ديال سيدي معروف، غادي نمروا على داك الجسر ديال سيدي معروف في اتجاه وسط الدار البيضاء. الطريق على الإخوان هي الطريق اللي كتخرجكم من المطار وتديكم من مراكش، طريق جديدة. تحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لجميع السائقين. أشوفوا معنا في هذا الصباح الإخوان، غنشوفوا غير كيفاش داير الأجواء في مدينة الدار البيضاء، كيفاش حركة السير في المدينة الاقتصادية الكبيرة الدار البيضاء. في أوقات الدير والإخوان تيكون واحد شوية زحام كتير هنايا في هاد الطريق هادي، ولكن دابا في هاد الأوقات هادي شوية الطريق كتكون مرخوفة شوية، يعني مكيبقاش داك الزحام اللي كان في الصباح. مدينة الدار البيضاء اللهم بارك، مدينة الاقتصادية بامتياز. جسر سيدي معروف، الجسر من النهار اللي تمشى على هذا الطريق هادي، ويعني سهل الحركة ديال السير من داك الزحام اللي كان كيوقع في هذا الطريق هادي. اليوم الإخوان هو يوم الأربعاء 8 في شهر 11 2023، الناس اللي باغيين يتجهوا مدينة ديال الرباط ومشوا للأنفا والجديدة والقطب المالي غيشدو الطريق من هنا على اليمين، واللي غيدورو غيغيرو الاتجاهات، كل واحد غيمشي الاتجاه اللي غيمشي ليه، وهادي في اتجاه وسط مدينة الدار البيضاء. تحية لكم جميعا، وخليكم مسافرين، خليكم شادين معنا الطريق، تنشدو ان شاء الله الشارع غادي. انتم الاخوان من هنايا راه تم الاصلاح ديال هذا الشارع هذا، وتمت يعني كان هذا الشارع كله محفر، هو ولا الشارع مزيان الاخوان كما كتشوفوا معنا، راهو باقي التصفيت ديالو باقي جديد، يعني يلا كي مزفت مؤخرا. هاد الشارع هذا كان كيتسمى الطريق الجديدة، الطريق الجديدة هي من وسط الدار البيضاء.
الشوارع هذه المدينه الاقتصاديه ديما عامرين الاخوان، لا في اوقات الديروه يعني في وقت الدخول ديال العمال يعني الخدامه والمدرسه يعني في ديك الوقيته ديال الصباح ما بين 8 حتى 9 9 ونص تكون الطريق عامره الاخوان، كتبدا تقريبا من 7 ونص وهي الطريق عامره. دابا الاخوان راه دابا شويه يعني واخا كاين هادشي ما هادشي عادي، هادشي هاد الحركه ديال السير دابا عاديه. صعيب الاخوان باش تحرك وسط هذه المدينه الاقتصاديه المدينه الكبرى، يعني في حركه السير جولا في هذه المدينه تبغي شويه ديال اليقظه بزاف، لان خاصو يكون موقف في السوق. يعني باش تسوق هنا في الدار البيضاء خاصك تكون ديما على حذر، تكون خفيف تكون على حذر، لانه مع الزحام ديال الطرقان صعيب باش تشتغل في الدار البيضاء ولا باش تحرك فيها. يعني كاين بعض المقاطع اللي تتبقى الطريق بلوكيا، وكاين بعض المحاور اللي باقا فيهم اشغال ديال الترامواي، كيشكلوا واحد الاكتظاظ كبير الاخوان. هنا الاخوان تاع النفق اللي دار هنايا راه سهل حركه السير، لانه كان كيوقعوا مشاكل في هذا المدار، هذا مشاكل كبيره وواحد البلوكاج كيكون كبير هنا في هذا المدار هذا. والان الحمد لله يعني بتواجد هذه الانفاق هنا في مدينه الدار البيضاء ولو كيسهلوا شويه حركه ديال السير. تحيه لجميع متتبعي قناه مناظر بلادي، تحيه لكم جميعا وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم الإخوان. نحن غنبداو في شارع غاندي.